بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو رقمه هو على اليوتيوب بابليك وعلى التويتر. رقم هذا الفيديو هاشتاج BBG 1991 0001 0002 وحيكون كما وعدناكم مدته 20 دقيقة. إلا أنه حيتقسم الفيديو ده إلى مواضيع. سمعنا الفيديو الأول يتكلم عن أكاديمية السادات، فشركة شمس للتدريب في مصر منسقة مع أكاديمية السادات لبرنامج بكالوريوس ومع MBA. يعني مثلا البرنامج ياخد 4 سنوات أو 5 سنوات مع MBA في مجال هذا، بالنسبة طبعا لخريجات الثانوي 2021 أو خريجي الثانوي، يعني أولاد أو بنات. فهناك خطة لتسجيل 1500 من البنات و500 من الأولاد. التسجيل هو كما أي تسجيل في الجامعات أو في حتى الثانوية. يعني الآن التسجيل في الثانويات، من يريد يسجل يذهب للتسجيل ويدفع رسوم تسجيل. رسوم التسجيل 400 دولار، ولكن لا يعني التسجيل إنه القبول. القبول طبعا بعد اكتمال الملف، لكن احنا في جدة، لانه من يسجل في اكاديمية السادات يدفع 200 دولار من خارج مصر في الصندوق. فلو واحد في مصر دفع 200 دولار لا يعني انه قبل، يكمل أوراقه. مثلا جاء قبل بداية العام بأسبوعين انتهى التسجيل، فيكمل أوراقه بعدين ينادوه يقولوا له كمل الأوراق، أو يتصلوا به، يتصل بهم ناقصة ما قبلت. هذا في حالة انه قبل. في حالة انه العدد اكتمل وسجلوا ناس على أساس انه لو واحد ما دخل وكذا، مثلا هم عايزين 100، نفس الشيء اللي بيحصل في حتى الثانويات هنا والجامعات كذلك. أنا ما نعرف الجامعات الحكومية تأخذ رسوم تسجيل أو لا، لكن أكاديمية السادات تأخذ رسوم تسجيل. طبعا هنا شركة مكة سمارت شمس التدريب في مصر للمصريين، والبرنامج بترتيب مع أكاديمية السادات إنه بكالوريوس مع MBA. يعني أثناء البكالوريوس يأخذ MBA اللي هي MBA Green. MBA Green متطلب بردة بات جرين BBG، لأنه هناك طبعا اللي ترشحوا الثلاثة، يعني في لجنة من الثلاثة، دكتور من السادات وMBA من مكة سمارت
وهؤلاء الاثنين يرشحوا الخريجين للعمل. طبعا الخريج من البكالوريوس معاه ام بي اي عمله ب$3000، وكذلك طبعا في الجرين، وكذلك الا درس ام بي اي سنة. دراسة الام بي اي سنة لازم يكون عنده جامعة وبرضه خريج 2021. عميدة التسجيل في جدة هي تتبع لبردة، يعني تعمل مع بردة، وهي الأستاذة وفاء. طبعا الأستاذة وفاء خبيرة في، يعني هي خريجة كلية التربية وعملت في التدريس 30 عام أو أكثر. هنا يعني تكلمنا عن الخطوة الأولى لكي يبدأ البرنامج. ننسق نحن برنامج يبدأ إن شاء الله بالنسبة للإم بي إيه وبالنسبة لي حتى البكالوريوس في العام المقبل 2021، مع بداية التسجيل للعام المقبل 2022. يعني خريجين 2021 سواء من جدة، من مصر، من اندونيسيا، طبعا هؤلاء المستهدفين. طبعا البكالوريوس دراسة عندهم اللغة الصينية وعندهم اللغة الإنجليزية، إضافة إلى شهادة مهنية، يعني كأنها واحدة متخرجة بس تدرس صيني من كلية التربية لمزاولة المهنة في المدارس الرسمية. طبعا المدارس الصينية جديدة، اللغة الصينية يعني في لها مستقبل، يعني الأعداد المطلوبة كبيرة جدا. المدارس الصينية في جانب التجارة، والمدارس الإنجليزية في جانب الجرين اللي هي تكلمنا عنها في الفيديو السابق، اللي هي جودة هواء التكييف أو جودة الهواء الداخلي، اللي هي رؤية القرن 2021 2099. وأشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لجميع خريجي الثانوية والجامعات في جدة ومكة من بنات وأولاد الالتحاق بالفرصة التي تنتهي بإذن الله براتب وعقد سنوي لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة أو 25 سنة، يعني عقود بردة بتنجرين كل 5 سنوات قابلة للتجديد وليس عقود سنوي. من يعمل مع بردة بت جرين سوف يسجل في التأمينات 20% من الراتب. طبعا $3000 يعني 12000 ريال، الدولار ب4 ريال. وكذلك المصريين نفس الراتب، وكذلك الاندونيسيين نفس الراتب. فلذلك متوقع انه السعودي يشتغل في مصر، او من يعني البنت او الولد من السعودية يشتغلوا في مصر او في اندونيسيا. فطبعا مكان العمل اما هنا اما هنا اما هنا، يعني هذا ضروري. طبعا اللي يشتغل برا بلده له 3 إجازات في السنة، يعني له 3 أشهر إجازة، 3 أشهر إجازة، يعني كأنه منتدب. وأشكركم
وأتمنى التوفيق للطلبة والموظفين بإذن الله، وكذلك كل من يعمل في مجال التحول للمباني وخاصة المدارس والمساجد والمصانع، لكي تكون مباني خضراء تحقق مواصفات المجلس الأمريكي للمباني الخضراء ومعاييره المتلخصة في ليد، اللي هي leadership energy environmental design، أي تصميم المباني الرائدة في مجال البيئة أو خلو التلوث، وأيضا في مجال تخفيض الطاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. BBG كورساتها أو في تعاون affiliation مع أكاديمية السادات إدارة الأعمال، كثير دول أو كل دولة فيها معهد الإدارة مثلا زي السعودية، لكن معهد ما هو أكاديمي. في مصر أكاديمية السادات، لأن هي أول من أنشأت معهد الإدارة، يمكن كان معهد صار أكاديمي. فطبعا جميع الفيديوهات سنتكلم عن البعثات للخريجات وللإحاطة المستهدفين، وهم التخصصات المهنية. التخصصات المهنية أربع، طبعا البنات والأولاد. ففي جدة هيكون 10 أسابيع دورة تسجيل، يعني تتبع للنظام اللي هي ساعات كريديت أورز أو ساعات جامعية. يعني حتى الدفع والتسجيل نفس نظام أكاديمية السادات. سنستعرض فيديو في هذا الملصق، تجدونه في الأعلى، عن أكاديمية السادات وكيفية التسجيل فيها. ونحن قد تكلمنا معهم وهم عندهم نظام للشركات،
يمكن أسبوعين إجازة. فهذا التنظيم. طبعا في البداية سوف نعطي يعني كريدت للطلبة إلا نختارهم إنهم يعملوا معنا. يعني في الـ MBA موجودة، فما في أكاديمية ولا جامعة تضمن العمل. فنحن عندنا جامعة السادات هي ستختار من يعمل معه، يعني زي المعيد، زي مع شركة في مصر أنشئت عام 18، مكة سمارت للتدريب، شمس للتدريب MCH. فأوعدكم يوميا في معدل تقريبا 20 دقيقة سيكون هناك فيديو ومع الهاشتاج، يعني الهاشتاج حيكون BBG 30 years 0 أو 1991 بعدين 0001، يعني هذا اليوم كده يكون 0001. وغدا إن شاء الله 0002، وهكذا نستطيع متابعة الهاشتاج والفيديوهات. وأتمنى للجميع، طبعا الهدف التأهيل للعمل، يعني تقريبا أول دورة يعني مخطط إنه يعملوا معنا، يعني بعد الانتهاء من السنة اللي هي في مصر سوف يكون لهم عمل، لأنهم هم أوائل الخريجين، سيكون لهم عمل جميعا. العدد سوف نختاره من المتقدمين للدورة، يعني زي ما تقول لو تقدموا 100 ننسق مثلا أول كوارتر، بعد الكوارتر هذا يعني في أول السنة في فبراير تقريبا يبدأ الكوارتر أو في مارش، يذهبوا دفعة، بعدين دفعة إما تاني كوارتر أو كذا حسب الجامعة ما تقبل، لأنه في دكاترة معينين للكورس حسب طاقة أكاديمية السادات. يعني إحنا ما نقدر نحدد العدد، هننسق معاهم بعد دورة جدة. دورة جدة طبعا عشان نعمله وعشان نحرص إنه يعملوا في مؤسسة بردة خضراء، يكون هناك يعني توقيع مع المتقدم المترشح للعمل أو للمنحة الدراسية، لأنه من العمل نستطيع أننا نعطي كريدت بحيث أنه يعمل في مصر كعملي في الشركات ويتدرب في الشركات الكبيرة 500 موظف أو الشركات العالمية إلا في مصر. فمثلا لو حسبنا 6 ساعات في 5 أيام، هذه تقريبا يعني واحد يعمل 6 ساعات 30 ساعة، فيستطيع إنه ينتهي من الدراسة في سنة، ترمين 30 ساعة.